طيب دلوقتي هنشرح ليكتشر 9 في الالكترونكس. وليكتشر 9 بتتكلم عن السورس ترانسفورميشن، بس مبدئيا بس خلينا نشرح ليكتشر 9. خلينا نشرح او نراجع عن السورسز اللي ممكن نلاقيها عندي في السيركت. طبعا ممكن يبقى عندي كارنت سورس، ممكن يبقى عندي فولتج سورس، ممكن يبقى عندي الفولتج سورس، ممكن يبقى عندي كارنت سورس، وكل سورس ذا سورس كان بي اندبندنت او ديبندنت. بنميز ما بين الديبندنت والاندبندنت ازاي؟ طبعا اتفقنا ان في حاجتين بيميزوا ما بين الديبندنت والاندبندنت. اولا السيمبل، لو انت عندك السيمبل على هيئه سيركل يبقى انت اندبندنت، لكن لو دايموند بيبقى على هيئه بيبقى ده ديبندنت. في حاجه تانية وهو الفاليو اللي على السيركل، الفاليو اللي موجوده هنا بتبقى رقم، لكن الفاليو اللي موجوده هنا بتبقى عباره عن رقم مضروب في فاريبل، ممكن يبقى 10 اكس 10 واي 10 في 10 اي 10 مضروبه في فاريبل. فاريبل ده هو اللي هو بيريبريزنت، هو بيديبند على ايه؟ لان هو اسمه ديبندنت سورس. ديبندنت يعني بيعتمد على حاجه، فبقى 10 اكس بيعتمد على الاكس، 10 واي يعني بيعتمد على الواي. طبعا ده فولتج سورس وده كارنت سورس. عرفت ازاي ان ده بوزيتيف ونيجاتيف؟ لكن ده ارو، ده فولتج سورس وده فولتج سورس، لان ده بوزيتيف ونيجاتيف ده بوزيتيف ونيجاتيف، بس ده اندبندنت وده ديبندنت. فده independent voltage source وده dependent voltage source. ده independent current source وده dependent current source. طيب بالنسبة للsource transformation، source transformation is a tool for simplifying the electrical circuit. هو عبارة عن طريقة أنا بستخدمها عشان أسمبليفاي السيركت. يعني لو عندي سيركت بالمنظر ده وعندي هنا مثلا هنا current source وهنا فولتج سورس، السورس ترانسفورميشن مش بيسمبليفاي السيركت كلها، بيسمبليفاي جزء معين في السيركت، بحيث ان انا لو عندي جزء في السيركت فيه مقاومه سيريز مع فولتج سورس بيريبليس الجزء ده بحاجه ثانيه. تمام؟ يبقى السورس ترانسفورميشن دي طريقه بستخدمها عشان اسمبليفاي السيركت، بسمبليفاي السيركت كلها؟ لا، بسمبليفاي جزء معين في السيركت. الجزء ده لازم يكون فيه ايه؟ الجزء ده لازم يكون فيه مقاومه سيريز معاها فولتج سورس. تمام؟ بعمل لها ريبليسمنت بايه؟ بريبليس الجزء ده بكرنت سورس معاه مقاومه بارل. تمام؟ هل دي الـ 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 الحاجه الوحيده اللي السورس ترانسفورميشن بيعملها؟ يعني هو بيسمبليفاي الجزء اللي بيكون فيه مقاومه فولتج سورس بس؟ لا. لو عندك سيركت فيها كارنت سورس، جزء في السيركت يعني في جزء في كارنت سورس معاه مقاومه بارلل، بيبدا يحول الجزء ده لفولتج سورس معاه مقاومه سيريز. تمام؟ ده السورس ترانسفورميشن. فالسورس ترانسفورميشن تول بستخدمها عشان اسمبليفاي السيركت، بيسمبليفاي السيركت كلها؟ لا، بيسمبليفاي جزء معين منها. في طريقتين في حاجتين السورس ترانسفورميشن بيعملهم. لو كان السيركت بتاعتك فيها ريزيستنس معاها مقاومه معاها فولتج سورس سيريز، بيعمل لها ريبليسمنت بكرنت سورس معاه مقاومه بارلل. والحاجه الثانيه اللي بيعملها ان لو عندك في السيركت جزء فيه مقاومه كرنت سورس معاه مقاومه بارلل، بيعمل لها ريبليسمنت بايه؟ بفولتج سورس معاه مقاومه سيريز. تمام؟ ففي حاجه اسمها كرنت تو فولتج سورس ترانسفورميشن، وفي فولتج تو كرنت. لو انت كرنت تو فولتج، لو انا كنت كرنت وعايز ابقى فولتج، يعني احول الكرنت للفولتج، وفولتج تو كرنت ان انا فولتج وهحول لكرنت. فدول طريقتين للسورس ترانسفورميشن، كرنت تو فولتج سورس ترانسفورميشن وفولتج تو كرنت سورس ترانسفورميشن. طيب
السورس ترانسفورميشن تاني الفكره ده بيوضح برضه السورس ترانسفورميشن عامل ازاي. ان انا لو مسكت الجزء لو كسكت فيه حاجات كتيره وكان عندي الجزء ده بس، الجزء ده اقدر احوله للجزء ده تمام، وبكمل السيركت عادي. انا بكمل السيركت عادي ايه، بكمل السيركت عادي، وهنا برضو ايه بكمل، بس انا بشيل الجزء ده واحط بداله الجزء ده. طب لو السيركت اصلا كان فيها الكرنت سورس معاه مقاومه ببدا احوله للجزء ده، بشيل بس جزء من السيركت واحط بداله جزء تاني تمام. طبعا ده بيفيد في ان السيركت يحصل لها سمبليفيكيشن، وهنشوف طبعا بالمثال. طيب دي فكره السورس ترانسفورميشن، يا اما عندك السهم ده ان انت فولتج تو كرنت سورس ترانسفورميشن، وده كرنت تو فولتج سورس ترانسفورميشن. اوكي السهم ده معناه فولتج تو كرنت سورس ترانسفورميشن، غير السهم ده كرنت تو فولتج سورس ترانسفورميشن. طيب لو انا جيت حولت الفكره ده كده، طبعا الرسمه لما تبقى موجوده ما بيبقاش موجوده بس كده، بيبقى في ارقام بتحول جزء من السيركت، والسيركت دي بيبقى لها فاليوز. فلو انت عندك المقاومه دي كانت بخمسه والفولت ده كان ب20، وعايز احول الجزء ده للجزء ده، هعمل فولتج تو كرنت سورس ترانسفورميشن. القيم بقى اللي هنا ايه؟ هتلاقي القيمه دي هي نفس القيمه دي، 5 تبقى 5. لكن الديفولت عايز اجيب قيمه الكرنت، الكرنت هيبقى عباره عن ايه؟ اجيبه باستخدام قانون اوم، الاي اللي انا عايز احطها هنا ده كرنت سورس، انا مش عارفه قيمته، قيمته دي لسه ما كنتش عارفاها. انا كان عندي 25 20 و5 وعايز ارسم الجزء ده، رسمته وعايز احطه قيمه هنا وعايز احطه قيمه هنا. فالقيمة اللي هنا هتبقى 5، نفس القيمة بتاعت ار اللي هناك في السيركت الأصلي. طب الكرنت هيبقى عبارة عن الفي على ار. الفي على ار اني في واني ار، الفي اللي كانت في السيركت الأصلية والار اللي كانت في السيركت الأصلية. الفي اللي في السيركت الأصلية كانت 20، والفي والار اللي في السيركت الأصلية كانت ايه؟ كانت 5. هيبقى قيمة الاي بكام؟ 4. يبقى انا احط هنا 4. 4 امبير. ده بالنسبة لو أنا عندي قيم وعايزة أعرف في الآخر قيمة السورس اللي أنا رايح له إيه أجيبه إزاي. طب لو أنا أصلاً كنت في السيركت دي وعايزة أروح أعمل كرنت تو فولتج سورس ترانسفورميشن، أعمل إيه؟ هيبقى عندي طبعاً الأربعة، قيمة الأربعة، وعندي قيمة الخمسة، لكن مش عارف قيمة المقاومة دي إيه، مش عارف قيمة الفولت دي ايه. هتبقى قيمة المقاومة دي هي نفس قيمة المقاومة دي. لو انت عندك هنا كان في السيركت الأصلية 5، هتبقى هناك برضو 5، تمام؟ طيب لو أنا عايزة أروح من السيركت دي، عايزة دلوقتي عندي الكرنت ومش عارفة الفولت، عايزة أجيب قيمته، يبقى الفي بتساوي باستخدام قانون أوم بتساوي الأي في الأر. أنهي أي وأنهي أر؟ الأي في الأر. الاي اللي هي عندي هنا باربعه، اربعه اضربها في الـ في الـ في الار اللي هي 5 هيديني 20. هيديني 20، هيبقى الفي هنا بكام؟ ب 20 فولت. تمام؟ دي ازاي بجيب الفاليوز اللي موجوده عندي في الايكوفلنت سيركت. طيب في تو سبيشال كيسز في السورس ترانسفورميشن. في بس معلومتين عايز اقولهم في السورس ترانسفورميشن. المعلومه الاولانيه هو ان هو السهم، لما باجي انا دلوقتي عندي فولتج سورس وعايز احوله لكرنت سورس، الكرنت سورس السهم بتاعه اتجاهه عامل ازاي؟ هيبقى اتجاهه عامل كده، الديفولت بتاعه كده. لو كان هنا بوزيتيف، لو كان هنا بوزيتيف واللي فوق بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف، هيبقى هنا السهم باصص لفوق. طب لو كان ده كان نيجاتيف وده كان بوزيتيف، هيبقى السهم
الكرنت سورس اللي انا هحولها يبقى السهم نازل لتحت. دي حاجه مش المفروض ان احنا نعديها يعني. تمام، بتعمل سورس انفورميشن تعمله صح. طبعا هيفرق معاك لو جيت بعد ما عملت الطلب كي في ال او مش اناليسيس او اي حاجه، هيفرق فاتجاه السهم عامل ازاي، اتجاه السهم بالمنظر ده. لو كان ده بوزيتيف نيجاتيف هيبقى السهم لفوق، والعكس طبعا لو كان انت عندك كارنت اصلا باصص لفوق هيبقى الفولتج بوزيتيف ونيجاتيف كده. تمام، ف the arrow of the current source is directed towards the positive terminal of the voltage source. السهم دايما ماشي في اتجاه بيشاور للبوزيتيف بتاع الفولتج سورس. السهم دلوقتي مشاور لفوق والبوزيتيف فوق. تمام، هنا كنت عكست بقى نيجاتيف وبوزيتيف، يبقى البوزيتيف تحت فيبقى السهم تحت. اوكي، ده بالنسبه للمعلومه الاولانيه. المعلومه الثانيه ان لو حصل وانت في الفولتج سورس في الجزء ده من السيركت وعايز تحول للجزء ده وكانت الار بتساوي زيرو، تقول لي مش هينفع اعمل سورس انفورميشن. ليه؟ لان انت ببساطه لو جيت اعمل عادي خالص، اعمل وحول وارسم وكل حاجه، بس تيجي تجيب قيمه الاي تبقى عباره عن في على ار، والار بكام؟ زيرو، هيبقى في على زيرو. ينفع؟ ما ينفعش. يبقى لو حصل سبيشال كيس وطلبت منك تعمل سورس انفورميشن وكانت الار بزيرو، تقول لي ات از نوت بوسيبل. اوكي، السورس انفورميشن از نوت بوسيبل وين الار ايكوال زيرو في الفولتج سورس. دي اول سبيشال كيس في السورس انفورميشن. السبيشال كيس الثانيه ان انت لو اصلا كنت كرنت سورس، كنت هنا وعايز تروح هنا، كنت كرنت سورس كان الجزء ده اللي معاك وعايز تحوله هنا وكانت الار بتساوي ما لا نهايه، تقول لي برضو ات از نوت بوسيبل. تمام، لان انت لما تيجي هنا تقول ان عايز تجيب قيمه الفي، فالفي بتساوي الاي في الار، الاي تضربها في الار يديك الاي تضرب في ما لا نهايه. طبعا ما ينفعش الفي كده تبقى في ما لا نهايه. اوكي، فدي ما ينفعش ودي ما ينفعش. دي بس معلومتين على السورس ترانسفورميشن. خلينا ناخد بقى مثال ونشوف هل ازاي لو عندي مساله اعمل سورس ترانسفورميشن. لو عندي مسألة زي كده وطالب مني هو طبعا مش شرط يقول لي اطبق السور، يعني ايه ما يكونش الهدف من السؤال انك تعمل سورس انفورميشن، ممكن يقول لي هات لي حاجة بس يوزنج السورس انفورميشن يوزنج، يبقى انت مضطر تستخدم الايه السورس انفورميشن ميثود. لو حصل وقال لي فايند الباور اسوشيتد ويز الستة فولت سورس، بتحل بأي طريقة عندك. لكن لو كان تكملت السؤال يوزنج سورس ترانسفورميشن، يبقى مضطر اشوف سورس ترانسفورميشن حصل في المسألة، حصل وانت بتحل. تمام، طيب عايزين نحل مسألة زي كده. طيب اول خطوه انت عايز تجيب الباور بتاع ال 6 فولت، الباور بتساوي الاي في البي. الاي بكام انا مش عارف، بس عارف البي، يبقى عندي اي في 6. تمام، بس عايزين ناخد بالنا ان انا لو عايز اجيب الباور هنا فانا عايزه الاي، عايزه الفي وعايزه الاي، صح؟ الاي دي هي نفس الاي اللي بتعدي في المقاومه 4 لان هم سيريز مع بعض، فيبقى الباور بتاع الستة بيساوي الاي في بيساوي الاي في الستة بيساوي الاي بتاع الاربعة اوم في ستة. دي اول حاجة انا عايزة اعملها. انا عايزة دلوقتي استخدم السورس ترانسفورميشن عشان اجيب قيمة الاي. انهي اي؟ الاي اللي عند الاربعة اوم. تمام، دي اول خطوة، او ده المطلوب من المسألة. يعني هو بيقول لك فايند الباور اسوشيتد، يعني كأنه بيقول لك هات لي الاي. تمام، عايزين ندور على طريقه نجيب بيها الاي.
اول حاجه هنعملها هنعمل هنشوف المساله ايه اللي ممكن نعمل له سورس ترانسفورميشن. طبعا لو احنا ركزنا هنلاقي ان انا عندي 2 فولتج سورس وكل واحد فيهم معاه مقاومه سيريز، فالمفروض ان انا اعمل سورس ترانسفورميشن للاثنين، بس طبعا ده مش هينفع. ليه؟ لان انا دلوقتي هنعمل سورس ترانسفورميشن للجزء ده ماشي عادي، ولكن هنا مش هينفع اعمل سورس ترانسفورميشن، مش عشان هو ما فيش مش عشان هو ما فيش فولتج سورس معاه مقاومه سيريز، لا، عشان اللي انا عايز اجيب له الباور ده الاليمنت ده، ولو انا شلته يبقى انا كده مش هينفع اجيب الباور. يعني الحاجه اللي انا عايز اجيب عندها ما ينفعش اشيلها، انا عايز اجيب الباور عند الاليمنت ده، يبقى ما ينفعش اشيل الكومبوننت ده خلاص، لازم يفضل ثابت في السيركت. وطبعا انا لسه قايل ان الباور بتساوي الكرنت اللي ماشي هنا، فالجزء ده كله مش هينفع يشيل. فالسورس ترانسفورميشن اللي مسموح لي بس هو ده، تمام؟ يبقى اولا لو قال لي احل المساله اجيب الباور بجيب باي طريقه، لو قال لي لازم سورس ترانسفورميشن يبقى لازم اشوف في حل سورس ترانسفورميشن. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان لو انا جيت اعمل سورس ترانسفورميشن مش مسموح لي اعمل اي سورس ترانسفورميشن عادي، وطبعا بشوف ايه اللي بوسبل التحويلات الممكنه او الاجزاء اللي ممكن اعملها سورس ترانسفورميشن، بس الجزء ده مش هينفع اعمله علشان هو هو ده الجزء اللي انا عايز اجيب عنده الباور، فمش هينفع مش هينفع اشيله. اوكي، فيبقى الخطوه الثانيه ان انا اعمل سورس ترانسفورميشن للجزء ده. طيب لو جيت اعمل سورس ترانسفورميشن للجزء ده هلاقي ان المقاومه سيريز مع فولت، هيبقى مقاومه بارلل مع كرنت، مقاومه بارلل مع كرنت، قيمه قيمه المقاومه هنا 5 وقيمه الكرنت هنا هيبقى عباره عن الاي بتساوي الفي على ار اللي هي بتساوي 40 على 5 هديني 8، يبقى الاي هنا ب 8. دي اول خطوه في السورس ترانسفورميشن، هيكون لي السيركت دي، تمام؟ تاني خطوه بعمل سمبليفيكيشن للجزء ده. خلينا هنا عادي، بعمل سمبليفيكيشن للجزء ده، ده رقم، دي الستيب رقم 3. عايز اجيب الار اكويفالنت الاثنين دول، الار بتساوي بتساوي الخمسه بارلل مع العشرين، يبقى العشرين بارلل مع الخمسه. طبعا نشوف قيمتها كام، 5 في 20 على 5 زائد 20 هيطلع لي ب4، هتتكون لي السيركت دي. بعد ما عملت الخطوه الثانيه، بعد ما عملت جبت الاربعه هتتكون لي السيركت دي اللي هي فيها 4 هنا، فيها 6، فيها 10، فيها 4 بدل ال 25، فيها 4 مع كارنت سورس. وهنا طبعا في فولتج سورس، دي 6 ودي 4 وفينا انا عكسه هنا، دي 4 ودي 6 ودي 30، طبعا في هنا 10. ايه اللي حصل؟ شلت الجزء ده بس وحط بدل الجزء ده، شلت ال 20 وحطيت بدلها ال 20 وال 5 حطيت بدلها ال 4. دي الخطوة مش فاكرة 3 ولا ايه، دي الخطوة اللي احنا لسه عاملينها يعني. بعد كده خلينا مثلا دي 4، بعمل ايه؟ بعمل سورس ترانسفورميشن للجزء ده، دي كانت 8، واحول الجزء ده لكده. يبقى لغاية دلوقتي انا عملت مرتين سورس ترانسفورميشن، سورس ترانسفورميشن هنا لما حولت ال 40 مع الخمسه، وبعد كده هعمل سورس ترانسفورميشن لما هاجي احول الكرنت ده،
كرنت مع الأربعة هيديني فولت مع الأربعة. طبعا الأربعة تفضل زي ما هي، والفولت هيبقى 32. 32 جت منين؟ ال 32 دي ال V بتساوي ال I في ال R، اللي هي بتساوي 8 في 4 بتساوي 32. دي رابع خطوة. خامس خطوة ان انا اجيب الايكوفلنت للثلاث مقاومات دول. الايكوفلنت ليهم هم كلهم اصلا سيريز مع بعض. يبقى عندك خمسة مع الاربعة عشرة، ومعهم عشرة تبقى عشرين. كل دول هيتحطوا ايه؟ هيتحطوا سيريز مع التلاتين ولا هيتحطوا بارل مع التلاتين؟ هيتحطوا سيريز مع التلاتين. تمام، خلينا هنا. طبعا هو الرسمه اللي موجوده في السلايدز بتسكيب بخطوات، بس هي نتيجه الستيب رقم خمسه من عند السيركت دي. هيبقى عند السيركت دي 4 30، قلنا طبعا 6 و4 10 وال 10، فهنا فولتج سورس. دي ستة ودي أربعة دي 30. وطبعا الأربعة والعشرة والخمسة والحاجات دي كلها، الأربعة الستة والأربعة والعشرة اتشالت، حط بدلها إيه؟ 20. فالعشرين هتبقى سيريز مع 30، يبقى هنا طبعا 32. الخطوة السادسة ان انا اعمل سورس ترانسفورميشن للجزء ده. ستة، الخطوه السادسه ان انا اعمل سورس ترانسفورميشن للجزء ده. برغد دلوقتي عملت ثلاث مرات سورس ترانسفورميشن، يبقى عندي 4 مع 30 وال 20، بدل ما هي سيريز مع الفولت سورس هتبقى 20 مع كارنت سورس. دي ستة ودي أربعة دي 30 ودي 20. وطبعا 32 دي عايز أجيب الـ I، الـ I بتساوي الـ V على R. 32 على 20 هتطلع بواحد وستة. تمام، ده بالنسبة للستيب رقم ستة. اوكي، تنتج لي السيركت دي اللي انا لسه رسمها دي. عندي ال 30 مع ال 20 بارل، وعندي الكرنت سورس 1 و6 وال 4. خطوه رقم 7 اعمل ايه؟ خطوة رقم 7 ان انا اجيب الايكوفلنت للمقاومتين دول لان هم بره، فتنتج لي السيركت دي. لان الايكوفلنت الايكوفلنت اللي هي الار بتساوي ال 30 بارل مع ال 20. 30 بارل مع ال 20. هيطلع لي ناتج ال 30 بارل مع ال 20، 30 في 20 30 زائد 20 هيطلع لي 12. خلاص، فيبقى عندي دي ناتج السيركت بتاع الستيب رقم 7، ال 4 مع ال 12. طيب الستيب رقم 8 بقى استفاد ايه لغايه دلوقتي؟ ان انا لما اجي اقول لك حل باستخدام السورس ترانسفورميشن، ممكن تعمل سورس ترانسفورميشن مره واحده، ممكن تعمل كتير، ممكن تعمل سيريز اوف سورس ترانسفورميشن. انا مش شرط تعمل مره واحده بس، بل هدف ان انت تسمبليفاي السيركت.
ممكن تقف عند أي مرحلة من المراحل وتحل وتكمل، بس هو في العادي يعني دايما بتقف لما بيبقى عندك أحسن، يعني أحسن سمبليفايد سيركت اللي هو ما فيش أي سيريز ريزيستورز في النص، عندك لوب كده تمام. ممكن تقف عند كده ممكن ما تقفش، بس يعني معظم المسائل ومعظم الافضل وقوف ان انت لما يبقى عندك ايه سمبليفايد لوب ما فيهاش اي انتيريور ريزيستور في النص. طبعا ده يعني المسائل فيها كتير كده، لكن طبعا ده مش شرط. ممكن يبقى في مساله من المسائل بتقف عند الترانسفورميشن التاني، مش لازم تعمل ثلاث ترانسفورميشن او مش لازم توصل للشكل ده. طيب بعد كده جات لي السيركت اللي هي السيركت دي، وعايزه احل اعمل ستيب رقم 8، هعمل ايه؟ ممكن اطبق كي في ال. انا دلوقتي عايز اجيب الكرنت اللي ماشي في الاليمنت ده، فلو فرضنا ان الكرنت اللي ماشي في اللوب دي كلها اسمه اي واحد وماشي مع عقارب الساعه، فيبقى لو احنا كملنا كده هنلاقي ان الاي واحد برضه هو اللي ماشي في اي في 4 تمام. فخلينا نطبق كي في ال. كي في ال بتقول لك ايه؟ بتقول لك جمع كل الفولت اللي موجود في لوب واحده. انا هجمع الفولت هنا وهنا وهنا وهنا، عندي 4 فولت هجمعهم، فالايكويشن يبقى فيها 4 اليمنت. ممكن ابدا باي اليمنت، خلينا مثلا نبدا من 4، تبقى 4 اي واحد زائد 12 اي 2 زائد 19 واثنين ناقص 6 يساوي 0. ده الايكويشن دي 4 اي، اي واحد بقى واي عادي 4 اي زائد 12 اي ناقص زائد 19 ناقص 6 بيساوي. طبعا دي معادلة في متغير واحد، حلها طلع لي قيمة الار، يطلع بسالب 0.8. طيب لغايه دلوقتي انا جبت الاي، قيمه الباور بقى بكام؟ الباور بتساوي الاي في الفي، هتساوي الاي اللي عندي اللي هي بسالب 0.8 والفي ب 6. طبعا نشوف الرقم هيطلع كام، هيبقى في الاخر الرقم ده بالوات تمام. ده بالنسبه للمحاضره دي. نستفاد ايه؟ نستفاد ان ايه هي سوس نستفاد ان ايه هي سورس ترانسفورميشن. دي طريقه بستخدمها عشان اسمبليفاي السيركت. بتسمبليفاي السيركت كلها؟ لا، بتسمبليفاي جزء معين من السيركت. ممكن تعمل كذا. دي أول معلومة. المعلومة الثانية إنك تحل بسورس ترانسفورميشن ده اختيارك براحتك، بس لو كان طلب منك في المسألة إن لازم بسورس ترانسفورميشن فأنت كده مفيش حل، لازم تحل بسورس ترانسفورميشن. تالت حاجة المفروض تعرفها إن أنت ممكن تحل في المسألة لوحدك سيريز أوف سورس ترانسفورميشن، مش لازم تحل بواحد تعمل سورس ترانسفورميشن مرة واحدة بس، ممكن تعمل أكتر من مرة. طبعا ده مثال واحد بس، أتمنى طبعا تكون الفكرة واضحة. ده بالنسبة للمحاضرة دي.